الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتهما، فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا: ما علمناه أرضعت صاحبتنا. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فذكره له فسأله، فقال: إني تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتنحيت فأتيته من قبل وجهه فذكرت ذلك له وقلت: إنها كاذبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك. فنهاه عنها ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الحديث فيه من الفوائد فضل عقبة بن الحارث رضي الله عنهما، فيه من الفوائد قبول شهادة المرأة الواحدة الممكنة في أمور الرضاع. وفي هذا على سبيل الإيجاب وتحريم الاستمرار عند الجمهور. وبذلك قال الإمام أحمد وقاله ابن عباس وجماعة. الإمام الشافعي لم يقبل شهادة المرأة وحدها، بل اشترط أن يكون هناك 4 نسوة يشهدن بهذا. والإمام مالك قال بأنه تقبل شهادة المرضعة مع شهادة امرأة أخرى. ولم يقبل الإمام أبو حنيفة شهادة النساء اللاتي ليس معهن الرجال. وفي الحديث شهادة المرضعة على فعل نفسها، وحينئذ هل ترتب الأجرة على مثل هذه الشهادة أو لا من مواطن الخلاف. في هذا الحديث أيضا من الفوائد الرحلة في المسألة النازلة، فإن عقبة رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من أجل أن يسأله عن هذه المسألة. في هذا الحديث أيضا تعليم الرجل لأهله العلم، كأن الإمام البخاري يرى أن هذا من المتشابهات، ولذا قال: باب تفسير المشبهات. وفي هذه المسألة أيضا إذا تعارضت شهادة الشهود الذين يشهدون بالفعل ومع قول آخرين بأنهم لم يعلموا بوقوع ذلك الفعل، فإنه تقدم شهادة المثبت. في هذا أيضا قبول شهادة الإماء والعبيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: فمكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب، فما أجد له موضعا ما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى حج وحججت معه. فلما رجعت وكنا بظهران وعدل إلى الأراك، والأراك شجر السواك، لحاجة له، وعدلت معه، فقال: أدركني بالوضوء، أدركني بالوضوء، يعني الماء الذي يتوضأ به. قال: فأدركته بالإداوة، فتبرز، أي قضى حاجته. والإداوة نوع من أنواع الآنية. قال: ووقفت حتى فرغ، ثم جاء
فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. سكبت يعني أفرغت الماء عليهما. قال: ثم سرت معه ورأيت موضعه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان ظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأتان اللتان قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: فما أتممت كلامي حتى قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. قال: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك، أي تقديرا مخلوطا بخوف وتعظيما لحقك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فأتاني بالخبر، وكنا معشر قريش نغلب النساء، والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، فرأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا، أي أخذ نساؤنا وابتدأ نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فبينا أنا في أمر أتأمره، إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. فقلت لها: ما لك ولما هاهنا، فيما تكلفك في أمر أريده؟ فصخبت على امرأتي، أي زاجرت من الغضب، فراجعتني، أي أعادت علي الكلام، فأنكرت أن تراجعني. قالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فأفزعني ذلك، أي أقلقني، فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن بعظيمها، يعني بزوجها. قال: ثم جمعت علي ثيابي، أي لبستها جميعا، فنزلت فدخلت على حفصة، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم، والله إنا لنراجعه. فقلت: قد خبت وخسرت، تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تطلبي منه الكثير، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. ويا بني، لا يغرنك أن كانت جارتك، أي لا يخدعك أن كانت زوجة زوجك أوضأ منك، أي أجمل وأبيض منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. قال عمر: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها، فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي، أي تريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه،
فأخذتني والله أخذا كسرني عن بعض ما كنت أجد، أي دفعني عن مقصدي وما في قلبي من القلق. قال: فخرجت من عندها. قال عمر: وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام للبلدان القريبة من المدينة، انتظمت أمورها واستقرت، وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان، يعني ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، أي تقوم بترتيب النعال على الخيل من أجل غزونا. قال: فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء، فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثم هو، أي هل هو موجود، أي هل عمر موجود في البيت؟ قال: ففزعت، أي فخفت، فخرجت إليه، فقال: افتح افتح. فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، أي أشد وأطول. اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، رغم أنف حفصة وعائشة، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. قال عمر: فجمعت علي ثيابي حتى جئت، فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له، أي غرفة مرتفعة، فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي والبكاء في حجرهن كلهن، أي غرف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت حفصة: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة يرقى عليها بعجلة، يعني يصعد إليها بسلم. قال عمر: فخرجت فجئت إلى المنبر، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، أي ما أحسه في نفسي من شغل القلب، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود على رأس الدرجة: استأذن لعمر، قل هذا عمر بن الخطاب. قال: فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر، فدخل ثم رجع، فقال: ذكرتك له، فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت للغلام فقلت: استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي، فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فلما وليت، أي ذهبت منصرفا، قال: أذن لي، وإذا الغلام يدعوني، فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مضطجع على رمال حصير، يعني نسج الحصير، والحصير ما يصنع من خوص النخل. قال: ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه، ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم: استأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضاء منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة،
فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. قال: فجلست حين رأيته تبسم، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة، يعني جلد غير مدبوغ، غير أهبة ثلاثة معلقة عند رأسه، وإن عند رجليه قرضا، أي شعيرا مصبورا، أي مجموعا بدون أن يعرف كيله. قال: فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. قال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث، حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، حين أفشت يعني حين أظهرته، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا، من شدة موجدته أي غضبه عليهن حين عاتبه الله عز وجل. قال: فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة. فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخير، فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر الله أن يخير أزواجه. قالت عائشة: فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أول امرأة من نسائه، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: فاخترته، ثم خير نساءه كلهن، فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد والأحكام، ومن تلك الفوائد حرص فضل ابن عباس رضي الله عنهما وفضل عمر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث فضيلة السؤال والترغيب في السؤال عما يخفى الإنسان من العلم. وفي هذا الحديث مشروعية تسمية من ذكر من الرجال والنساء في السنة. وفي هذا الحديث ترك بعض المسألة من أجل هيبة المسؤول. وفي هذا الحديث اختيار الإنسان مواطن سؤاله ووقته. في الحديث فضيلة تبليغ العلم وتعليم المؤمن أهله، خصوصا في الإيمان والفضائل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد اختيار الإنسان للموطن المناسب للسؤال. وفي هذا مشروعية مصاحبة أهل العلم والفضل في الأسفار، ومنها ما يتعلق بالحج. وفي هذا الحديث مشروعية صد الإنسان
إلى المكان الخفي من أجل قضاء حاجته، وأنه يحسن قضاء الحاجة في المواطن البعيدة. وفي هذا الحديث أمر الإمام صاحب الفضل من معه بأن يأتي له بما يقيم له أمر الله جل وعلا من الوضوء ونحوه. في الحديث الحرص على طلب العلم، فيه أن طالب العلم ينظر في معيشته ويحصل ما يستعين به في طلب العلم. في الحديث التناوب في العلم، وهو ما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله. في الحديث قبول خبر الواحد، وأن الصحابة كان من شأنهم أن يخبر بعضهم بما يسمع ويسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل ذلك منه. وفي الحديث أيضا أنه يحسن للماء المتوضأ به أن يوضع في إناء أو إداوة. وفي هذا الحديث أيضا جواز انتظار الإنسان للرجل الذي يريد قضاء حاجته، وفيه خدمة المتوضأ بسكب الماء عليه. وفي هذا الحديث أيضا الاستغراب من كون بعض أصحاب العلم والفضل لا يعرف جواب بعض هذه المسائل. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي أن يكون عند طالب العلم حياء يصده عن السؤال. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية طلب الإخبار والتحديث بالوقائع والحوادث. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية أن يتعاون الجيران على ما يعود عليهم بالنفع، ومن ذلك في طلب العلم. وفي هذا الحديث سكن عوالي المدينة وجوازه. وفي هذا الحديث التناوب في طلب العلم كما أشار الإمام البخاري، بحيث يكون لكل واحد من المتعلمين نوبة يأتي فيها بما حصل من العلم. في الحديث نقل الأخبار الواقعة فيما بين الناس. وفي هذا الحديث أن شأن قريش في الجاهلية أنهم كانوا يغلبون نساءهم، في دلالة على أن النساء قد يؤثر بعضهن في بعضهن الآخر. وفي الحديث اعتبار أمر النساء والسماع منهن. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النساء يأخذ بعضهن من بعض في أخلاقهن وفي تصرفاتهن. وفي هذا الحديث إشارة المرأة على زوجها. في هذا الحديث مراجعة المرأة لزوجها وجواز ذلك. في الحديث أن الأصل أن المرأة لا تهجر زوجها في الليل وتهجره في النهار. في الحديث أيضا نصيحة الإنسان فيما يتعلق بأبنائه من جهة حياتهم الاجتماعية، كأن ينصح الوالد لأن ابنه يفعل كذا، لكن ينبغي أن يكون هذا في أضيق نطاق، وأن يكون عند استنفاذ الطرق الموصلة إلى انتصاحه. في هذا الحديث النهي عن مراجعة المرأة لزوجها بما يترتب عليه غضب الزوج. في هذا الحديث التحذير الإنسان لغيره من نزول عقوبة الله عز وجل به. وفي هذا الحديث أن المرأة لا ينبغي بها أن تراجع الزوج ولا أن تهجره. وفي هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي به أن يغتر بمن هو أفضل منه وأحسن في عبودية الله جل وعلا. وفي هذا الحديث نصيحة الرجل لغير محارمه من النساء من قريباته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة.
وفي هذا الحديث نهي الرجل عن أن يدخل فيما بين الرجل وزوجه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الكلمة الواحدة قد توقف الإنسان عن إنجاز أعماله وإتمامها كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا أن صاحب الولاية إذا سار على مقتضى الشرع فإنه يرزق ما حوله أو يرزق هداءة ما حوله ما حوله. وفي هذا الحديث تناقل الإنسان لتناقل الناس لأخبار الأعداء من أجل أن يستعدوا لهم. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا سمع شيء من العلم بلغه كما فعل الأنصاري يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو. وفي هذا تسمية فراق الرجل لأهل بيته بالأمر العظيم، حتى أنهم قالوا هو أعظم من قبيلة غسان. في هذا الحديث جواز الإيلاء دون 4 أشهر، دون 4 أشهر، والإيلاء اعتزال الرجل عن أهل بيته بحيث لا يكون بينهم شيء مما يقع بين الرجل وأهل بيته. في هذا الحديث اعتزال الرجل أهل بيته لسبب من الأسباب. وفي هذا الحديث فضل في هذا الحديث حرص عمر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن أهل الأطراف لا يلزم أن يأتوا لمسجد المدينة فيصلوا فيه، فإنه لم يكن من شأنهم أن يصلوا كل فجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما في هذا الخبر. في هذا الحديث جواز اتخاذ الغرف العالية المطلة. وفي هذا الحديث جزع المرأة على زوجها وبكاؤها من أجله. وفي هذا الحديث عدل الرجل لبنته عندما يقع منها ما فعل لا يرضاه زوجها. وفي هذا الحديث اتخاذ المنابر في المسجد. وفي هذا الحديث أيضا اختصاص الإمام ببعض أصحابه. في هذا الحديث جواز المكث عند المنبر. في هذا الحديث الاستئذان في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا أن أصحاب الأملاك والبيوت لا يأذنون لأحد بدخولها إلا بإذن. وفي هذا الحديث أن الصمات عند الاستئذان لا يعد إذنا بالدخول. وفي هذا الحديث أن الرجل صاحب المقامة العالية مثل عمر لا يأبه من أن يرد عندما يستأذن فلا يؤذن له. وفي هذا الحديث جواز النوم على الحصر حصير النخل، وجواز أن يوضع له رمال ينام عليها. في هذا الحديث جواز اتخاذ الوسائد خصوصا ما كان من أدم تحشى بليف، والأدم الجلد تصنع منه الوسائل والوسائد ويضعون الليف داخله. في هذا الحديث مشروعية السلام عند قدوم الرجل على صاحب الفضل والمكانة. في هذا الحديث استفصال الرجل عن شأن غيره من أجل أن يتخذ الإجراء الذي يصحح به وضعه. وفي هذا الحديث فرح الإنسان بعدم وقوع الطلاق. في هذا الحديث أيضا مشروعية التكبير عند وجود الحديث الذي يؤنس له. في هذا الحديث
جواز بل استحباب إبعاد الهم عن المهموم بالحديث معه وإيراد الأحاديث التي يتفكه بها وفيها ذكر وقائع الناس، وفي هذا جواز التبسم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم عندما يحكى إليه العجيب من الوقائع. وفي هذا الحديث أيضا أن تكرار ما يتعجب منه من الحديث لا يستوجب أن يكون هناك أحكام حيض أو نفاس. في هذا الحديث تكرار التبسم من النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث ما بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وقلة الأحوال، في هذا الحديث جواز وضع الجلود غير المدبوغة في البيوت وتعليقها، وفي هذا الحديث أيضا جواز اتخاذ الشعير وجمعه ليكون مصبورا. قال وفي الحديث أنه لا حرج في أن يؤثر الحصير على جنب من جلس عليه. وفي الحديث شفقة عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا عندما رأى قلتها. وفي هذا الحديث قارن عمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وكسرى وقيصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قد استدل بعض المتصوفة بأن الأولى بالإنسان عدم ملك ما يحتاج إليه. وفي هذا الحديث أنه لا ينبغي الشك أو التردد في وعد الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث جواز طلب الدعاء من الآخرين وخصوصا الاستغفار، فقد قال: أدعو الله لي يا رسول الله، أدعو الله فليوسع على أمتك. فيه الدعاء بأمور الدنيا أنه لا حرج في مثل ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أن ما يناله الكفار من خير وسعة في الدنيا فإنما هو تعجيل طيباتهم في الحياة الدنيا. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشهر قد يكون 29 يوما. وفيه التزام الإنسان بما ألزم نفسه به. وفي هذا الحديث بيان أن ذلك الشهر على هذا المقدار. وفي هذا الحديث أيضا تخير النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ما يكون من شأنهن. وفي هذا الحديث أيضا فضل عائشة رضي الله عنها حيث ابتدأها بهذا السؤال. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا كان متيقنا من أمر عارفا أنه يحبه الله ورسوله فإنه لا يحتاج إلى أن يستأذن فيما عرف وجه الحق فيه. في هذا الحديث أن تطليق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس من صالحنا. هذا شيء من الأحكام المتعلقة بهذا الباب. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.